جميزة، الوقت بدأ إن شاء الله على الوقت بدأ يضيق عندي. سؤالي الأخير لك، أين الوجهة القادمة؟ أين ستذهب؟ هل صحيح إلى الريان القطري أم إلى تركيا؟ لم أقرر بعد ما هي وجهتي المقبلة. صحيح أنني قد تلقيت العديد من العروض، ولكنكم تعلمون أنه بعد قصة الحب العظيمة التي عشتها في نادي الهلال ومع المملكة العربية السعودية، من الصعب علي جدا أن أقرر وجهتي التي يمكنني أن أجد فيها مثل ما وجدت هنا من الازدهار والسعادة. لم أختار بعد وجهتي، ولكنني أترك نفسي لبضعة أيام لكي أختار وجهتي المقبلة، لكن إلى الآن من الصعب بالنسبة إلي أن أحدد، ومن الصعب علي أن أجد ما يكافئ ما يمثله الشعب السعودي وما وضعه بين يدي من حب واحترام. إنها ليست محض قصة كرة أو كرة قدم، فالثقافة والثراء النفسي والتعلم الذي مررت به هنا وما حظي به أبنائي للتعلم هنا عن الإسلام، أن نأتي جميعا لقلب الأمة الإسلامية حيثما الكعبة المشرفة وحيثما مكة المكرمة، أن أعرف أبنائي بكل ما يفند ما يقال في الخارج عن الإسلام. لقد شهدنا ما لكرم الضيافة والقيم التي تبثها الإسلام والمحبة التي يبثها الإسلام. هذا هو أجمل انتصاراتي على الإطلاق، وهذه هي المباراة الأفضل في تاريخي، لأن عائلتي هي أفضل ما أعطته لي المملكة العربية السعودية.